بالنسبه لي كل حاجه. انا اصلا مفيش مناسبه بتعدي عليا من غير ما اكل، لازم لما اخرج مع اصحابي لازم ناكل، وانا قاعده زهقانه باكل، لما بتجمع مع اهلي اصلا لازم نتجمع كلنا عشان ناكل، لما في مناسبه بتعدي عليا من غير اكل بحس ان مناسبه ناقصه او في حاجه ناقصه في القعده. يعني انا اصلا اسمي دينا اكل يعني على طول، انا معروفه كده في العيله، يعني انا تقريبا عايشه عشان اكل. بفرح باكل وبزعل باكل. عندي مشكله، انا بحب الحاجات اللي فيها فاتسه، بحب الدهون، يعني ما اعرفش اكل مثلا بطاطس، يعني دايما بحس ان انا بشبع رغبتي في الاكل ما يكون الاكل ملحوس وفتفت على نفسي، ومثلا باكل مانجا وش كله مانجا، اكل مثلا حاجات فيها دهون وش كله دهون بقى وكده ضيقه وفتفت بقى وكده. الاكل بالنسبه لي طبعا حاجه مهمه جدا زي اي حد، بس هو مش بالنسبه لي يعني اللي هو حاجه بسد بيها الجوع او ان انا ببقى جعان فباكل بشبع وخلاص، لا هو طبعا بالنسبه لي حاجه فيها متعه، حاجه ببقى مبسوطه انا بعملها، مش باكل اي حاجه وخلاص، لا باكل الحاجه اللي انا بحبها بس، يعني باكل حاجات، في حاجات اساسيه بقى طبعا، يعني البيتزا، البطاطس، الكلام ده، الحلويات طبعا، حاجات كتير طبعا مش هقدر اقولها دلوقتي. في بقى الصراع الابدي اللي هو انت في نفس الوقت عايز تخس وحاسس باضرار الاكل الكتير، بس في نفس الوقت دي حاجه بتبسطك وانت مش عارف تبطلها. اصلا الاكل والتفاصيل اللي انا عايشه فيها دي ان هي بتاثر طبعا على اللبس، طبعا لازم يعني نفسي اعلق حاجه سمونة عندي في الحيطه، بس مش لاقي، يعني بحاول ادور على حاجه سمونة بس مش لاقي. عندي يعني دايما ببقى لارج اكس لارج، بس انا يعني عامه دي بتاثر فيا طبعا، ببقى عايزه اخس عشان اجيب نفسي يجي على قدي، بس انا كده بقول لا اي حاجه تكون قدامي عشان اكل. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu بعمل حاجة تانية كمان غريبة جدا، لما اكون متوترة بفتح صفحة ايجيبشن فودز او الاكيل اي حاجة، واقعد بطلع صور الاكل واقعد بقى اتفرج عليها واعمل منشنز لاصحابي، ده برضو من الحاجات اللي بتخليني حاسة ان انا مبسوطة، يعني بحب شكل الاكل وبحب اعرف المطاعم الجديدة جدا. في كام مطعم كده بقى عايزة اروحهم عشان احس ان بالانتصار. الاكل بالنسبه لي في نفس الوقت مصدر سعاده ومصدر تعب في نفس الوقت، ان انا كان في فتره من الفترات كنت تخين جدا وكان لازم اعمل رجيم لاني كنت خلاص جبت اخري، فبالنسبه لي كان الاكل حاجه مهمه واساسيه، فان انا اعمل رجيم واقلل كميات الاكل واظبط نوعيه الاكل ده كانت حاجه بؤس جدا بالنسبه لي، حاجه تعبتني لفتره، قدرت صحيح انزل كتير من وزني، بس الفتره دي تعبتني جدا يعني وكنت بعاني فيها، بس مبسوط منها. نتكلم النهارده عن انواع الجوع. الجوع ده في جوع حقيقي وجوع عاطفي. بالنسبه للجوع الحقيقي ده اللي هو الانسان احتياجه للطعام واحتياجه للمكونات الغذائيه اللي هي الاساسيه للجسم زي البروتينات والدهون والنشويات والسكريات والفيتامينات والمعادن. اما الجوع العاطفي ده بيرجع للحاله النفسيه بتاعت البني ادم. والجوع العاطفي ده بنشوفه اكتر في البنات او الانسات او السيدات، يعني اللي هم يبقى عندهم مشاكل جامده ومشاكل نفسيه. يعني في بعض البنات والسيدات بيحاولوا مع الحاله النفسيه وفعلا في عندهم شهره للاكل بطريقه جامده، وفي بعضهم بقى البعض الاخر يبقى بيمتنع عن الطعام تماما. يعني sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa,